بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في دروسنا النحوية من كتاب متن العاج الرومية، لا يزال الحديث موصولا في مقدمة الكتاب، حيث ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تحدثنا عما يتعلق بها بشيء من الإيجاز في الحلقة السابقة. نضيف إلى ما ذكرنا أشياء قليلة، لأن البسملة كثيرة المسائل والفروع حتى صارت كعلم مستقل، مؤلفات متعددة، كتب متعددة مفردة للبسملة وحدها. يعني ولو أخذنا نتوسع ونبسط الكلام في البسملة، فيمكن أن نسجل بفضل الله وكرمه أكثر من 30 ساعة في شرح ما يتعلق بالبسملة فقط. إذا نحاول أن نذكر ما يتعلق بالنحو بإيجاز يسير، وإن كنت أخاف في ذلك، يعني أخاف أن يصعب إدراك الجزئيات للمبتدئ الذي يستمع إلى الدرس لأول مرة، لم يقرأ شيئا في النحو قبل ذلك. ونحن نريد أن يكون هذا الدرس للجميع، والمخاطب الأول المبتدئ الخالص الذي لم يقرأ شيئا من النحو من قبل، فالتفصيل في مسائل البسملة لا يناسبه، ولكن نذكر قليلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، بمعنى أنه أينما وجد في اللغة العربية لابد أن يأتي بعده اسم مجرور. هذا معنى حرف جر، أي حرف يجب أن يقع بعده اسم مجرور لفظا أو تقديرا. وحرف الجر ينقسم قسمين، هناك حرف أصلي وهناك حرف زائد، وهناك منزلة بين منزلتين على أصول الاعتزال، يعني لا هو أصلي ولا هو زائد. واسمه في الفن الشبيه بالزائد. حرف الجر الأصلي يتميز بخصيصتين لابد من اجتماعهما. الخصيصة الأولى الدلالة على معنى جديد، التأسيس، أن يفيد معنى جديدا، بحيث إنه لو حذف لافتقد المعنى الذي يدل عليه. هذه الخصيصة الأولى، إفادة معنى جديد. الخصيصة الثانية الارتباط بالفعل أو ما يشبه الفعل، الارتباط، بحيث لا يتم معنى حرف الجر إلا بذلك الفعل، ولا يتم معنى ذلك الفعل إلا بهذا الحرف، بحرف الجر هذا. يطلق عليه في الفن التعلق. معنى التعلق أن معنى الحرف موقوف على الفعل أو ما يشبه الفعل، ومعنى ذلك الفعل موقوف على الحرف، الترابط بينهما. هذه الخصيصة الثانية، إذا اجتمعتا في حرف الجر فهو حرف أصلي، كأن أقول توكلت على الله، توكلت على الله. حرف على يفيد معنى جديدا، فلا يمكن أن يحذف، إذا حذف ضاع المعنى، ويتعلق بتوكلت على الله، لا يتم معناه إلا بتوكلت، وتوكلت لا يتم معناه إلا بعلى الله. الخصيصتان توفرتا، إفادة معنى جديد والتعلق بالفعل. إذن هو حرف أصلي.
وقس على هذا بقية الحروف. الحرف الزائد ما ابتقد الخصيصتين معا، لا يفيد معنى جديدا ولا يتعلق بالفعل على الإطلاق، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ من هذا الحرف يمكن أن يحذف ولا يتغير المعنى الأصلي، لا يتغير المعنى في غير القرآن أصلا، لولا أن القرآن الكريم لا يمكن أن يحذف منه نقطة واحدة، فحذف نقطة واحدة من القرآن الكريم تخرجه من كلام الله إلى كلام آخر، فضلا عن حذف حرف بأكمله أو كلمة أو جملة. لولا ذلك لقلنا إن حذف من هذه الجملة القرآنية لا يغير شيئا. هل من خالق غير الله؟ لو قلنا في غير القرآن هل خالق غير الله؟ المعنى واحد. إذا من لا يفيد معنى جديد، ابتقد الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أنه لا يتعلق بالفعل ولا ما يشبه الفعل، بل ليس في سياق الجملة فعل أو ما يشبهه، لا لفظا ولا تقديرا. إذا من حرف زائد. والحرف الثالث الشبيه بالزائد. الحرف الشبيه بالزائد هو ما يفيد معنى جديدا، إذا فيه الخصيصة، فيه إحدى الخصيصتين، يفيد معنى جديدا لا يمكن أن يحذف، إذا حذف ابتقد معناه، ولكنه لا يتعلق بالفعل ولا ما يشبه الفعل، ليس له متعلق. إذا بالنظر إلى عدم تعلقه بالفعل هو حرف زائد، وبالنظر إلى إفادة معنى جديد هو حرف أصلي، فهو أصلي من جهة وزائد من جهة، منزلة بين منزلتين، فأطلق عليه الشبيه بالزائد. هذا الحرف الشبيه بالزائد يتمثل في رب فقط بالاتفاق، وكل ما أضيف إلى رب من الحروف فهو موضع خلاف، ككاف التشبيه مثلا، كلعل على لغة الجر بها. أقول رب كتاب في مكتبتي، رب عالم في الأزهر الشريف، رب عالم. عالم هذا مبتدأ مرفوع تقديرا منع من ظهور علامة الرفع حركة حرف الجر الشبيه بالزائد. في الأزهر هذا الجار والمجرور في محل الرفع خبر مبتدأ. رب حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد لأنه لا يتعلق بشيء، ولكنه ليس زائدا لأنه يفيد معنى جديدا ولا يمكن أن يحذف. طيب الباء في أول البسملة ما قصتها؟ هل هي من الحروف الأصلية ولا هي من الحروف الزائدة؟ قولان. الجمهور على أنها أصلية وليست زائدة، إذن لها متعلق مقدر، وغير الجمهور جوزوا أو أجازوا أن تكون الباء زائدة، يعني أصل الكلام اسم الله الرحمن الرحيم مستعان به أو مبدوء به، اسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ مستعان به خبر مبتدأ، حذف الخبر لدلالة السياق عليه. إذن اسم الله مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ويجوز أن يكون المجرور بالباء على هذا القول في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. أصل الكلام أذكر اسم الله، أذكر اسم الله، فهذف الفعل لدلالة السياق عليه، ثم دخل على المفعول به حرف الجر الزائد،
والقول بأن الباء حرف جر زائد مرغوب عنه قول ضعيف. لماذا؟ لأن التأسيس أولى من التوكيد. هذه قاعدة في إعراب كلام العرب وخصوصا في تفسير كلام الله وتوجيهه. إذا احتمل الحرف أن يكون زائدا وأن يكون أصليا فالأصل أن يكون أصليا لأن التأسيس أولى من التوكيد. إذن هو حرف أصلي. وما هو متعلقه؟ يتعلق بإيه؟ معناه الاستعانة. ومتعلقه محذوف. ما تقديره؟ اختلف فيه. بعضهم قدره فعلا وبعضهم قدره اسما. إذا قدر الاسم فالتقدير استعانتي بسم الله الرحمن الرحيم أو ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قدر الفعل فالتقدير أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قدر الفعل فالجملة اسمية. فإذا قدر الفعل فالجملة فعلية. وإذا قدر الاسم فالجملة اسمية. وكلا القولين محتمل وله ما يرجحه وعليه ما يبعده. اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة. واسم أصله سمو سمو مثل قنو قنو على وزن فعل. سين مكسورة وميم ساكنة ثم الواو. اسم أصله سمو سمو سمو. فهزفت الواو من آخره فصار سمن سمن. ثم أوض عن الواو المحذوفة بهمزة الوصل في أول الاسم فقيل اسم وسكنت العين للتخفيف حتى لا تلتقي الكسرتان في مكان واحد وفي ذلك من الثقل ما فيه فقيل اسم. وبعضهم قالوا أصله سمو بضم السين مثل عضو فهزفت الواو فصار سم بضم السين ثم زيد في أوله همزة الوصل مكسورة فهزفت حركة السين حركة السين وهي فاء الكلمة وليست العين كما سبق لساني إلى ذلك. إذن اسم أصله سم أو سم. خذفت اللام أي الحرف الآخر من الكلمة وزيد في أولها حمزة الوصل فالكلمة على وزن إفو إفو بحسب الله. ومعنى السم السم أو سم أو اسم في أصل اللغة العلو والارتفاع. فنقل من الدلالة اللغوية الأولى إلى دلالة أخرى بعرف اللغويين فصار بمعنى ما يدل على المسمى ليس بمعنى العلو والارتفاع. هذا اصطلاح لغوي أيضا إلا أن الأول هو الأصل والثاني فرع عنه. والكوفيون على أنه في الأصل واسم فهزفت الواو ووضعت الحمزة في موضعها تعويضا عنها فهو عند الكوفيين على وزن إفل إفل. طيب اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة. واسم مضاف
الله مضاف إليه مجرور بالكسرة وبعضهم على أن كلمة اسم زيادة على سبيل الإقحام والأصل بالله الرحمن الرحيم فجيء بالاسم على سبيل الإقحام للمبالغة في الثناء على الله سبحانه وتعالى أو للدلالة على أن الاستعانة بالله يجب أن تكون بالجنان وباللسان فالاسم إشارة إلى وجوب النطق بما يدل على الاستعانة كما قرره الإمام الصحيحي في نتائج الفكر بسم الله الله إما أن يكون منعوتا والرحمن الرحيم نعتان الرحمن صفة على وزن فعلان نعت لله مجرور مثله أو مجرور كما أن منعوته مجرور أيضا وكذلك الرحيم كلاهما مجروران على سبيل التبعية وذهب بعضهم إلى أن الله مبدل منه والرحمن الرحيم بدلان وأجيز أن يكون من عطف البيان الرحمن الرحيم له ما اسم له إعراب واحد اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة الله له إعراب واحد الرحمن الرحيم ثلاثة أقوال في إعرابهما القول الأول وهو المشهور الظاهر نعتان القول الثاني بدلان القول الثالث عطف بيان وهو القول الثالث مردود بأنه يشترط في المبين أن يكون أعرف من المبين يشترط في عطف البيان أن يكون أعرف من مطبوعه والله أعرف من الرحمن الرحيم ويرد القول الثاني أن البدل في نية الطرح البدل في نية الطرح إذا قلنا الرحمن الرحيم بدلان فمعنى هذا أن اسم الله لفظ الله في نية الإسقاط في نية الحسب والتقدير كأنني قلت بسم الرحمن الرحيم وهذا غير مقبول اسم الله لا يمكن أن يستغنى عنه يستغنى به ولا يستغنى عنه فالرحيم يتصف به البشر يقال فلان رحيم والرحمن وجد من تسمى به كفرا وضلالا كمسيلمة ثبت أنه سمي برحمن اليمامة أما الله فلم يتسمى به أحد ينفرد به الله سبحانه وتعالى يستغنى بالله من بين أسمائه ولا يستغنى بغيره عنه إذن هذا يضعف هذا القول فإذا ضعف القول الثالث وضعف القول الثاني فالقوي هو القول الأول ونكتفي بهذا مما يتعلق بالبسملة وكأنني أطلت قليلا وما كنت أريد ذلك لكن نريد أن يستفيد كل متابع يستفيد المبتدئ ويستفيد غير المبتدئ أيضا ونكتفي في هذه الحلقة بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وبنا الفتح المبين إنه هو الفتاح العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.